خرج فيكتور بوت أشهر تجار الأسلحة في العالم من سجن أمريكي قبل نحو عامين، ومنذ إطلاق سراحه انضم إلى حزب يميني موال للكرملين وفاز بمقعد محلي، ما أوحى بأنه قد وضع أيامه كوسيط أسلحة وراء ظهره. لكن بعد زيارة مبعوثي الحوثيين موسكو للتفاوض على شراء أسلحة آلية بقيمة 10 ملايين دولار، واجهوا وجهاً مألوفاً بوت ذا الشارب الملقب بتاجر الموت، وفقاً لما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال. عاد بوت إلى الساحة الدولية، لكن هذه المرة كوسيط في بيع أسلحة خفيفة للحوثيين في اليمن. إذا أفادت وول ستريت أن الشحنات الأولى ستتضمن بنادق AK-74، وناقش الحوثيون أيضاً إمكانية شراء صواريخ كورنت والأسلحة المضادة للطائرات، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في أكتوبر عبر ميناء الحديدة تحت غطاء إمدادات غذائية، فيما لم يتم الكشف عما إذا كانت تتم بتوجيه من الكرملين أو بموافقته الضمنية. لم يكن فيكتور بوت في مجال النقل منذ أكثر من 20 عاماً، لكن إذا كانت الحكومة الروسية قد خولت له تسهيل نقل الأسلحة إلى أحد خصوم أمريكا، فلن يكون ذلك مختلفاً عن إرسال الحكومة الأمريكية أسلحة ووسائل دمار شامل إلى أحد خصوم روسيا كما فعلت مع أوكرانيا. كان قرار إطلاق سراح بوت في صفقة تبادل للأسرى مع روسيا صعباً بالنسبة للإدارة الأمريكية، وتزداد المخاوف من أن تزود روسيا الحوثيين بأسلحة متطورة رداً على دعم واشنطن لأوكرانيا. ورغم غياب الأدلة على ذلك، فإن أي شحنات أسلحة صغيرة ستواجه معارضة شديدة من واشنطن. أجرت الحكومة الأمريكية تقييماً للمخاطر المتعلقة بإطلاق سراح بوت قبل الصفقة، وخلصت إلى أن المخاطر مقبولة، لكننا سنظل يقظين باستمرار اتجاه أي تهديد قد يشكله بوت على الأمريكيين في المستقبل. يذكر أن حياة بوت ألهمت الفيلم الهوليودي ملك الحرب، حيث قضى عقوداً في بيع الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، قبل أن يتم القبض عليه في عام 2008 في عملية سرية نفذتها وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.